السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع بعض مع مجموعة مهمة ومجموعة كبيرة من الأنتيبيوتكس، مجموعة السيل وول إنهيبيتورز، وعلى رأسها وأهمها طبعا مجموعة البيتا لاكتامز. هنبدأ كلامنا النهاردة على البيتا لاكتامز كأهم جروب بتمثل السيل وول إنهيبيتورز أنتيبيوتكس، ويليها الكلام على الأذر تايبس أوف سيل وول إنهيبيتورز. طيب مبدئيا السيل وول كتارجت بنشتغل عليه في البكتيريا يعتبر تارجت مهم جدا، لان معظم البكتيريا عندها سيل وول اللهم الا المايكوبلازما هي اللي ليك السيل وول، ما عندهاش سيل وول. لذلك كل الانتيبيوتكس اللي هنتكلم عليهم النهارده does not act against المايكوبلازما، وتعتبر المايكوبلازما naturally resist البيتا لاكتامز والسيل وول انهبيتورز، وده يفرق عن الاكوايرد ريزيستنس. تمام، ده مثال واضح وصريح للناتشورال ريزيستنس. هي المايكوبلازما اصلا ما عندهاش سيل وول، وبالطبيعه الحال فهي ريزيست اول السيل وول انهبيتورز. تمام، لكن هي ما اكتسبتش هذه الصفه من اي مكان تاني. طيب تعال نبدا مع بعض باول جروب واهم جروب من السيل وول انهبيتورز، هي جروب البيتا لاكتامز. جروب البيتا لاكتامز بتتميز بان هم كلهم الاستراكشر بتاعتهم بتحتوي على ابيتا لاكتام رينج. اوكي، الجزء ده من الاستراكشر بنسميه بيتا لاكتام رينج. طيب البيتا لاكتام رينج دي لو كانت فيوزد مع 5 ممبرد رينج دي بنسميها بنيسيلنز، لو كانت فيوزد مع 6 ممبرد رينج بنسميها سيفالوسبورن، لو ما كانتش فيوزد مع اي رينج خالص بنسميها مونوباكتامز، ولو كانت فيوزد مع برلورلينج بنسميها كاربابينمز. اوكي، يعني الكيمياء ما تهمناش قوي، لكن نبقى احنا عارفين بس الشكل بتاع الكومباوند او فكره الكيميكال ديريفيتايزيشن. طيب كلهم زي ما اتفقنا، كلهم كجنرال ستراكشر از جنرال رول بيحتووا على بيتا لاكتام رينج، وكلهم بالمناسبه ليهم نفس الميكانيزم اوف اكشن. يعني الاربعه جروبس اللي قدامنا اللي هنتكلم عليهم شويه كتار النهارده دول ليهم ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن، بيشتغلوا على نفس الانزيم على نفس الخطوه وهكذا. طيب تعال نشوف الاول البنسلينز، اول مجموعه واهم مجموعه. وطبعا البنسلينز على فكره هي مجموعه ناتشورال انتيبيوتكس اكتشفها الكسندر فيلمينج وخد جائزه نوبل على هذا الاكتشاف. الكومباوندز بتاعت البنسلين بتتكون من تو بيزك ستراكشر، السايزوليدين رينج اللي هي الرينج رقم اي، والبيتا لاكتام رينج اللي هي الرينج رقم بي. بيكون في عندي سايد تشين اللي هي الار دي على هذا المكان، لما اغير في السايد تشين دي بحصل على ديفرنت انتي بكتيريال وفارماكولوجيكال بروبرتيز. يعني ممكن اغير في السايد تشين دي واحصل على ديريفاتيف يكون مثلا اورالي اكتيف، اغير فيها واحصل على ديريفاتيف يكون مثلا برود سبيكترم، ديريفاتيف يكون مثلا اسيد ستيبل، وهكذا. يعني العب في السايد تشين دي او اغيرها فاحصل على ديفرنت كومباوند او ديفرنت كاركتر. طيب تعالى في الاول نشوف الميكانيزم اوف اكشن اوف بنسلينز، ومجموعه مهمه جدا ولازم نبقى فاهمين الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها. طيب مبدئيا البكتيريا عندي جميع الانواع بتاعت البكتيريا سواء كانت جرام بوزيتيف بكتيريا او جرام نيجاتيف بكتيريا بتحتوي على الاستراكشر مبدئيا اللي اسمه السيل ممبرين. ده اول استراكشر بيقابلك لو انا طالع من جوه الخليه طالع لبره كده، اول حاجه بتقابلني هي السيل ممبرين. طيب بعد السيل ممبرين في الجرام بوزيتيف بكتيريا في عندي ستراكشر بتبقى واخده مساحه كبيره، مساحه عريضه شويه كده في الجرام بوزيتيف بكتيريا اسمها البيبتيدو جلايكان. اوكي، يبقى البيبتيدو جلايكان عندي في الجرام بوزيتيف بكتيريا بيكون سيك ستراكشر، بيكون عريض شويه. طيب هل في بيبتيدو جلايكان في الجرام نيجاتيف؟ يس، في بيبتيدو جلايكان برضو، ولكن بيكون طبقه صغيره ثين لاير من البيبتيدو جلايكان. بالنسبه بعد كده للجرام نيجاتيف بيبقى في عليها من بره حاجه اسمها الاوتر ممبرين، ده مش موجود في الجرام بوزيتيف. ده شكل الاستراكشر بتاعتي. طيب السيل وول انهبيتورز البيتا لاكتام بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على البيتا او بتشتغل على البيبتيدو جلايكان سنسز. يبقى كل البيتا لاكتامز عندي all beta lactams inhibit cell wall senses عن طريق inhibition of peptido glycan senses. طيب بتعمل ايه بقى في الانهبيشن او peptido glycan senses؟
البتيدو جلايكان ده عبارة عن يونتس، عبارة عن وحدات متجمعة جنب بعضها، متجمعة أو مرتبطة ببعضها، بنسميها كروس لينكد مع بعضها. الوحدات دي عبارة عن إيه؟ تعال نشوف الوحدة الواحدة ونشوف بعد كده لما اتجمعت مع بعضها ادتني إيه. طيب هي عبارة عن ادي هنا كده حاجة اسمها N أسيتايل جلوكوزامين فيوزد مع N أسيتايل ميوراميك أسيد، وفي عندي هنا 5 أمينو أسيد بنسميه بنتا بيبتايد. اوكي الوحدة دي كده على بعضها، التلات ستراكشرز اللي ماسكين في بعض دول، دي الوحدة البنائية للبيبتيدو جلايكان. يعني البيبتيدو جلايكان عندنا في البكتيريا سواء كانت جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف عبارة عن مجموعة من الوحدات دي عاملة فيوجن مع بعضها. هنشوف الشكل دلوقتي، الشكل العام اهو عبارة عن مجموعة وحدات بالشكل ده كده عاملة فيوجن مع بعض. تمام ادي الوحدة بتاعتي اهي. اوكي اللي هي الان استايل جلوكوزامين فيوزد مع الان استايل ميوراميك اسيد فيوزد مع بنتا بيبتايد. طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الوحدة دي بتتكون داخل البكتيريا، بتتكون بتتصنع، الوحدة دي بتتصنع داخل البكتيريا، وبعدين يحصل لها ترانسبورتيشن تطلع لبره عن طريق ليبيد كارير هنتكلم عليه بعد كده، تطلع لبره يحصل لها كروس لينكينج، يبتدي في عندي انزيمز تاخد الوحدات دي وتشبكها مع بعضها، تعمل كروس لينكينج للوحدات دي مع بعضها وتبتدي تعمل سنسز او بيلدينج للبيبتيدو جلايكان. اوكي طيب الانزيم اللي بيعمل كروس لينكينج للوحدات دي مع بعضها ويجمعهم مع بعض ده بيعتبر اخر خطوه في البيبتيدو جلايكان سنسز، بعد ما الوحدات دي اتكونت وطلعت له بره خلاص في بعد السيل ممبرين يبتدي الانزيم ده يجمعهم مع بعض ويعمل بيلدينج للبيبتيدو جلايكان. طيب البنسلينز بتشتغل على هذا الانزيم، البنسلين بتعمل انهبشن لهذا الانزيم اللي اسمه الانزيم ترانس بيبتايديز، وبيسموه في رواية أخرى بنسلين بايندنج بروتين. ليه بيسموه بنسلين بايندنج بروتين؟ لأن ده الانزيمز اللي البنسلينز بتشتغل عليه وبتعمل له انهبشن. هذه هي الميكانيزم اوف اكشن اوف بنسلين، وبالمناسبة هي الميكانيزم اوف اكشن اوف اول بيتا لاكتام انتي بايوتكس. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا الميكانيزم اوف اكشن بتعمل سبيسيفيك انهبيشن للاست ستيب في البيبتيدو جلايكان سينسز في السيل وول، بتعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه ترانس بيبتايديز عن طريق انها بتعمل بايندنج على البنسلين بايندنج بروتينز، وبتعمل اكتيفيشن للاوتولايسنز اللي هي الانزيمز اللي اسمها الهيدرولايز بيبتيدو جلايكان هيدروليز، الانزيمز اللي بتكسر البيبتيدو جلايكان. تمام دي سكندري ميكانيزم، لكن هي الميكانيزم الرئيسيه انها بتعمل انهبيشن للترانس بيبتايديز انزيم اللي مسؤول عن البيبتيدو جلايكان كروس لينك. طيب تعال نتكلم بقى شويه على البنسلينز، والكلام اللي جاي ده مهم جدا جدا عشان فهمك لهذا الجزء هيترتب عليه فهمك لبقيه البنسلينز وبقيه المحاضره، فركز معايا لو سمحت. اول بنسلين خالص اخترعوه في التاريخ كان اسمه البنسلين جي، وبيسموه كيميكالي البنزايل بنسلين. يبقى البنزايل بنسلين او البنسلين جي هو اول بنسلين اخترعوه في التاريخ. اوكي وكان ليه استخدامات رهيبه، كانوا بيستخدموه في الناس اللي عندها جروح في الحروب والانجرز والواند، الناس دي كانت بتموت، فكان بالنسبة لها البنسلين يعتبر لايف سيفنج دراج. يعني حتى الإعلانات لو شفت الإعلانات بتاعت البنسلين بتاعت زمان مصورين الحروب والناس والإنجرز والجروح والكلام ده وبياخدوا البنسلين عشان ما يموتوش، كان بالنسبة للبشرية في الوقت ده البنسلين كان لايف سيفنج دراج. طيب البنسلين جي الراجل العظيم ده عنده مجموعة من العيوب، عنده مجموعة من المشاكل،
حاولنا بعد كده في الدراج سينسز والدراج ديسكفري ان احنا نتجنب المشاكل اللي موجوده في البنسلين جي. طب يا ترى ايه هي المشاكل دي وحاولنا ازاي نتجنبها وايه اللي حصل وايه اللي اكتشفناه؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. بنسلين جي كانت اول مشكله عنده ان هو شورت اكتنج. اكتب معايا الكلام ده عشان الكلام ده مهم. اول مشكله في البنسلين جي كانت ان هو شورت اكتنج. بضطر ان انا اخد البنسلين جي على الاقل 4 مرات في اليوم، ممكن اضطر ان انا اخده كمان 6 مرات في اليوم. طيب مش بس كده، ده كان اسيد لابايل. اسيد لابايل يعني ما ينفعش اخده اورالي، وهنشوف ان الاورال باي افيبيلتي بتاعته قليله جدا، كان لازم اخده بارنترلي او اخده باي انجكشن. طب حط المشكلتين دول كده مع بعض، انت مضطر انك تاخد حقنه في اليوم 6 مرات او تاخد حقنه في اليوم 4 مرات، تو ماتش انجكشنز. تمام. طيب لايف سيفنج وكل حاجة على عيني وعلى راسي، لكن انا برضو خايف من ان انا اخد 6 حقن في اليوم، حاجة يعني بور كومبلاينس او حاجة مش كويسة، حاجة متعبة. طيب مش بس كده كمان، ده كان المشكلة ان البنسلين جي نارو سبيكترم، بيشتغل نيرلي على الجرام بوزيتيف بكتيريا فقط، بيشتغل على مجموعة محدودة جدا من البكتيريا، بيشتغل كمان على الجرام بوزيتيف مش على كل البكتيريا، فكان بيحصل له ريزيستنس. في بكتيريا معينة، بكتيريا رخمة جدا جدا جدا، كانت عاملة أكبر مشكلة للبنسلين جي اللي هي الاستافيلوكوكس اوريوس. البكتيريا دي بتفرز انزيم اسمه البيتا لاكتاميز. هذا البيتا لاكتاميز أو بيسموه في رواية أخرى البنسلينيز انزيم، بنسلينيز أو بيتا لاكتاميز، هذا الانزيم بيكسر البيتا لاكتام رينج سواء اللي موجودة في البنسلينز أو في السيفالوسبورين بدرجات مختلفة، وبيؤدي إلى inactivation of penicillin، وده أكبر مشكلة كانت بتواجه البنسلين، وعايزين يحلوها وعايزين يشوفوا لها حل. أوكي؟ طيب شوف المشاكل دي كلها مع بعضها وتعالى نشوف بدأوا يفكروا يحلوها إزاي. أول مشكلة، مشكلة الشورت أكتنج، إن هو بيشتغل بشورت ديوريشن أوف أكشن. فكروا في حل غريب جدا جدا ما كانش يخطر على بال حد. فكروا ان هو ياخدوا معاه انذر دراج، وكانوا بياخدوا معاه دراج اسمه البروبنسيد. البروبنسيد ده دواء كان بيعالج الجوت، يوريكوزيوريك ايجنت بيعالج الجوت، والدواء ده بيمنع التيوبلر سكريشن اوف بنسلين. بينه وبين البنسلين في دراج انتر اكشن، يعني بين البروبنسيد والبنسلين جي في دراج انتر اكشن، ان البروبنسيد بيمنع السكريشن او بيمنع الاكسكريشن بتاع البنسل. فاستغلوا هذا الدراج انتر اكشن، قال لك احنا هنستغل برغم ان هو دراج انتر اكشن هو المفروض ان هو نتجنبه، لكن لا، قال لك هنستغل هذا الدراج انتر اكشن وهيعتبر بينيفيشال دراج انتر اكشن. بداوا يستخدموا البروبنسيد مع البنسلين جي، بحيث ان انا بدل ما ادي البنسلين جي 4 حقن في اليوم او 6 حقن في اليوم، اديه 2 أو 3 مرات، عشان البروبنسيد بيقلل الاكسكريشن بتاع البنسلين. ده كان اول حل. طيب جه حل بعد كده، قال لك طب ما احنا نحاول نعمل فيوجن للكومباوند بنزايل بنسلين ده، نحط معاه انذر كومباوند يكبر الحجم بتاعه شويه ويخليه يديله لونجر ديوريشن اوف اكشن. اول حاجه فكروا يعملوها فيوجن كان البنسلين بروكايين، البروكايين بنسلين جي، وده ادالي فعلا لونجر ديوريشن اوف اكشن. بدا فعلا البنسلين بنقدر نستخدمه وانس ديلي، يعني او توايس ديلي، البنسلين البروكايين بنسلين جي. لما الفكره دي عجبتهم، قال لك طب ما احنا بقى نحط كومباوند يكون كبير قوي عشان ناخد لونج ديوريشن اوف اكشن. وفعلا عملوا فيوجن للبنزايل بنسلين جي مع حاجه اسمها البنزاسين بنسلين، المعروف حاليا في الاوساط العلميه باسم اللونج اكتنج بنسلين او بنسلين طويل المدى. الحقنه اللي هي البينا ديور او الديورا بن اللي بتتاخد كل شهر، حقنه بتتاخد كل شهر ديوريشن اوف اكشن بتاعتها فيري فيري لونج، هنشوف دلوقتي بتستمر لمده 26 يوم. اوكي، فدي كلها كانت من ضمن الحلول المقترحه ان هم يبداوا يغيروا في الديوريشن اوف اكشن. بس خد بالك كل الحلول اللي احنا شفناها دي ما غيرتش في السبيكترم حاجه، يعني البروكاين بنسلين هو نفس السبيكترم بتاع البنزايل بنسلين، لان انا ما غيرتش حاجه في الكيمياء، انا بس غيرت الفورميوليشن.
كذلك البنزاسين بنسلين انا ضفت معاه كومباوند يكون حجمه كبير شويه بحيث ان هو يديني لاتنسي او يديني لونج ديوريشن اوف اكشن. تمام. طيب تعال نشوف بعد كده. جينا لمشكله الاسيد لابايل ان هو بيتكسر في الاستومك والبايو افيلابيلتي بتاعته قليله. بداوا يلعبوا على الجزئيه دي وتم اختراع الامينو بنسلينز، الامينو اي ام امينو بنسلينز زي الام بي سيلين والاموكسيسين. تمام. ودول يعتبروا اورال ستيبل واسيد ستيبل ونقدر نستخدمهم اورالي، وكان يعني برضو كان اكتشاف علمي رهيب. الامبيسيلين اول دواء نقدر نستخدمه اورالي او يعني نقدر نستخدمه بشكل اكستند سبيكترم وهكذا. بس قبل البنسلينز، قبل الامينو بنسلين، كان في البنسلين في. احنا نسينا نقول بنسلين في. بنسلين في كان قبل الامينو بنسلينز اللي هو الفينوكسي ميسايل بنسلين. ده اول واحد فعلا كان يستخدم اورالي، وده نفس السبيكترم بتاع البنسلين جي، هو اسمه بنسلين في اللي هو الفينوكسي ميسايل بنسلين، نفس السبيكترم بتاع البنسلين جي ولكن بيستخدم اورالي. بعد الفينوكسي ميسايل بنسلين ظهر الامينو بنسلين، لانها هتديني ميزه تانية في السبيكترم هنشوفها دلوقتي مع بعض. اللي عالج ميزه النارو سبيكترم هم الامينو بنسلينز فعلا. بدأ عايزين نعمل اكستنشن في السبيكترم بتاعها، عملوا الامينو بنسلينز، ادتني ميزتين اتنين الامينو بنسلينز، الاموكسيسيلين والامبيسيلين. الميزه الاولانيه ان هم اورالي اكتف، والميزه الثانيه ان هم بقى ليهم اكستندد سبيكترم. اوكي، يعني الامينو بنسلينز السبيكترم بتاعها اكبر من البنسلين جي، مش زيه بالظبط. طيب المشكله بقى الخطيره، مشكله البيتا لاكتاميز اللي بيكسر البنسلين جي، حلها ايه؟ اول حل فكروا فيه قال لك طب ما احنا نعمل ندور على بنسلينز تكون ستيبل اجينست البنسلينيز، ولقينا فعلا لقينا مجموعه زي البسي سيلين والاوكزا سيلينز زي الكلوكزا سيلين والفلوكلوكزا سيلين والدايكلوكزا سيلين. المجموعه دي فعلا لقيناها ستيبل اجينست البنسلينيز او البيتا لاكتاميز، ولكن المجموعه دي نارو سبيكترم. الحلو ما يكملش، مع الاسف هذه المجموعه نارو سبيكترم. بنسمي المجموعه دي بنسلينيز ريزيستنت بنسلينز، لذلك المجموعه دي سام تايمز هتقابلك في السوق برضو سام دراجز، هتلاقينا بنستخدم بنسلينيز ريزيستنت بنسلين مع اكستندد سبيكترم بنسلين. يعني هتشوف مثلا حاجه زي الاموكسي سيلين مع الفلوكلوكزا سيلين فيكسد دوس كومباينيشن، الاثنين مع بعض في نفس الكبسوله. اوكي. طيب كان في حل تاني، كان في حل تاني ان احنا نبتدي نستخدم حاجه اسمها بيتا لاكتاميز انهبيتور، حاجه زي الكلافيرونيك اسيد والسولبكتام، نضيفها مع البنسلينز. وهنشوف في اخر هذه الجزئيه امثله للبيتا لاكتاميز انهبيتور زي الكلافيرونيك اسيد زي السولبكتام زي التازوبكتام، بنضيفهم مع البنسلين بتاعنا. طيب ده كان حل برضه. طبعا في حل تاني اللي هو ان انت ما تستخدمش بنسلين خالص، وانك تروح تشوف حاجه تكون تشتغل على الاستاف. ومن ضمن البيتا لاكتامز اللي بتديني ستابيليتي احسن اجينست الاستاف هي السيفالوسبورينز. يعني السيفالوسبورينز اكشولي لما هنيجي نتكلم عليها هنقول انها بتديني بيتر ستابيليتي اجينست البنسلينيز، افضل من المين، افضل من البنسلينز. اوكي، دي كلها كانت المشاكل اللي موجوده في البنسلين جي وازاي حاولنا نحلها بعد كده. تعال نشوف الكلام ده بقى، عشان ده كده احنا اختصرنا جزء كبير جدا من الموضوع. تعال نشوف بقى الكلام ده ان ديتيل. ادي هنا البنسلينز عندي بنقسمها الى بنسلينيز سسبتابل وبنسلينيز ريزيستنت بنسلين. البنسلينيز سسبتابل اول حاجه اكتشفناها خالص كان مين؟ كان البنزايل بنسلين جي، اللي هو البنزايل بنسلين جي، وده بيتاخد انترافينوسلي او انتراماسكولاري، بيتاخد فقط ايه؟ بيتاخد فقط ايه؟ بارنترالي انجكشن. مين اول واحد اكتشفناه؟ اللي هو البنسلين في اللي اداني اورال فورميوليشن. اول مره يبقى في عندي بنسلين اورال كان البنسلين في، الفينوكسي ميسايل بنسلين.
طب احنا مش عاجبنا فكرة احنا اوكي اورال وكله تمام، بس احنا عايزين كمان السبيكترم يبقى اكستندد شوية، فدخلنا على الامينو بنسلينز اللي هي الاموكسيسيلين والامبيسيلين. الفرق ما بين الامبيسيلين والاموكسيسيلين فرق بايو افيلابيلتي. الامبيسيلين لو بايو افيلابيلتي، الاموكسيسيلين هاي بايو افيلابيلتي، ودي هنشوفها مع بعض لما نيجي نتكلم عليهم ان ديتيل. البنسلينيز ريزيستنت بنسلين اللي بنسميهم انتي ستافيلوكوكال بنسلين. ليه بنسميهم انتي ستافيلوكوكال؟ لان هم ستيبل اجينست الستافيلوكوكس بيتا لاكتاميز انزيم او بنسلينيز اللي هو اصلا بيكسر البنسلين. مجموعه كويسه زي الميسيسيلين بس بيتاخد انترافينوس، فلقينا في حاجات تانية بتتاخد اورال زي النافيسيلين والاوكزاسيلينز زي كلوكزاسيلين والدايكلوكزاسيلين والفلوكلوكزاسيلين، كلهم فيهم المقطع اوكزاسيلين. اتس اوكي، ولكن مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم ان هم نارو سبيكترم، مش هينفع استخدمهم. هتقول لي يا دكتور طب ما هم كده حلوين، احنا الحمد لله وصلنا لقينا البنسلينز اللي بتبقى بنسلين ريزيستنت. هقول لك لا معلش، ده نارو سبيكترم، ستيل نارو سبيكترم. طيب يا ترى يا هل ترى ايه ممكن تكون الميكانيزمز اوف ريزيستنس اجينست البنسلين؟ اول حاجه ان اكتيفيشن اوف البنسلين باي ابيتا لاكتاميز. البيتا لاكتاميز اللي بتفرزه بكتيريا زي الاستاف يقدر يكسر البنسلين. الحاجه الثانيه، البكتيريا ممكن تعمل موديفيكيشن للبنسلين بايندنج بروتين. المكان الترانسبيبتايديز انزيم الاكتيف سايت اللي البنسلين بيجي يشتغل عليه ممكن نعمل فيه التريشن او تشينجينج فما يقدرش يشتغل عليه. ممكن نعمل امبيرمنت للبنتريشن اوف دراج تو ذا تارجت بنسلين بايندنج بروتين ما يقدرش يدخله. اوكي، لان في البعض مثلا حاجه زي الجرام نيجاتيف لازم يدخل من الاوتر ممبرين، مش احنا في عندنا في حاجه اسمها اوتر ممبرين مثلا في الجرام نيجاتيف لازم الدواء يدخل منه عشان يقدر يوصل للمكان اللي بيحصل فيه بيبتيدو جلايكان سنسز. اوكي طيب، مش بس كده كمان، ده ممكن يكون في عندي افلكس بامب البنسلين يدخل منها البكتيريا تعمل له افلكس من الناحيه الثانيه. طيب الفارماكوكاينيتكس بتاعتي، معظم البنسلينز معظم الاورال بنسلينز بيتاخدوا اورالي طبعا، ما عدا البنسلين جي ومشتقاته اللي هي زي البنزاسين والبروكاين بتتاخد باي انجكشن هنتكلم عليهم دلوقتي. لكن المجموعه اللي بتتاخد اورال بيحصل لها امبيرمنت باي فود، يعني يستحسن انك تبعد حاجه زي الامبيسلين او لو خدت مثلا حاجه زي الفلوكلوزوسيلين او وات ايفر تبعدها عن الاكل عن الميل تايم ساعه لساعتين قبل الميل تايم. لكن الاموكسيسيلين زي ما اتفقنا هو ليه هاي بايو افيلابيلتي. كلمه هاي بايو افيلابيلتي يعني لما بتاخده اورالي جزء كبير منه بيمتص، 90% منه 95% منه بيمتص اورالي، دي بنسميها هاي بايو افيلابيلتي. طيب في الامور العاديه او في الظروف العاديه البنسلينز ما بتقدرش تعدي البلاد برين بارير. اوكي، وبالتالي مش هنقدر نستخدمها في التريتمنت، لكن ممكن في الانفلاماتوري بتعدي. اوكي، ممكن لو في انفلاميشن ممكن بتعدي البلاد برين بارير، ممكن نستخدمها في المنجايتس. يعني بيحصل لها ميتابوليزم باي ذا ليفر تو ميتابولايت اسمه البنسلينويل، بنسلينويل ميتابولايت، وهذا الميتابولايت بيكون الرجينيك برضه ستيل من الحاجات المسؤوله عن الالرجي والهايبر سنسيتيفيتي. طيب بعد كده من ضمن برضو الفارماكوكينيتك برومرتز ان هم اكسكريتد برايمرلي عن طريق الكدني، بيحصل لهم رينال اكسكريشن، والرينال اكسكريشن انهبيتد باي بروبنسد، واستغلينا احنا الخاصيه دي برغم ان ده يعتبر دراج انتر اكشن، لكن احنا استغلينا استخدام البروبنسد في ان هو يزود لي الديوريشن اوف اكشن اوف بنسلين. ما عادش بقى الكلام ده كان زمان يعمل بنسلين جي، لكن حديثا دلوقتي ما عادش اصلا البروبنسد موجود، دي حاجه. والحاجة التانية خلاص بقى في عندي مور بنسلينز او انذر بنسلينز which is have more duration of action، عندها long duration of action. طيب كمان باليوريميا، الناس اللي بيبقى عندهم يوريميا او increased في اليوريك اسيد في الدم، اليوريك اسيد كان بيعمل كومبيتيشن على التيوبلر سكريشن مع البنسلينز. طيب الادفيرس افكت اوف بنسلينز بتعتمد اكتر على الهايبر سنسيتيفيتي. كلنا نعرف ان البنسلينز مشهوره جدا بانها بتعمل هايبر سنسيتيف هايبر سنسيتيف رياكشنز وبتعمل اعراض حساسيه. المسؤول الرئيسي عن الاعراض الحساسيه دي هو البنسلينويل ميتابولايت. اوكي،
اللي هو اسمه بينيسيلينويل بوليلايزين بي بي ال، ده اللي مسؤول عن ظهور اعراض الحساسيه. السيمبتومز بتختلف، ممكن تبدا بسكين ريشز وحاجات بسيطه، ممكن تتطور وتدخل لانجيوديما وانافيلاكتيك رياكشنز، بيبقى في معاها سام تايمز فيفر واوزينوفيليا. الاوزينوفيليا اللي هي الاوزينوفيلز الموجوده في البلاد، نوع من الوايت بلاد سيلز، بيزيد عموما مع وجود الالرجي. طيب ممكن يحصل جي اي تي ديستربنس افتر اورال ادمنستريشن مع بعض انواع البنسلينز، ممكن يحصل كونفولجنز لو عملت رابيد انترافينوس ادمنستريشن، ممكن يعني نادرا بتحصل الحاجات دي. لو عملت اكسيدنتال انجكشن في السياتيك نيرف ده ممكن يسبب نيرف ديسفانكشن، وده بيستمر لفتره ممكن تستمر لاسابيع. طيب الكرونيك يوز ماي كوز هيباتايتس، في عندي بعض انواع البنسلينز خصوصا الاوكساسيلين جروب لو استخدمتها لفتره طويله قد تسبب كرونيك هيباتايتس. طيب تعال نشوف بعد كده عندي سبيسيفيك سايد افكت خاصه بكل نوع من انواع البنسلين. البروكاين بنسلين جي اللي احنا قلنا عليه لونج ديوريشن اوف اكشن، ده المفروض ان هو بيتاخد انترا ماسكولاري، بيتاخد حقن في العضل. لو بطريق الخطا البيشنت اخده اكسيدنتال انترا فينس هيؤدي الى بالمونري امبوليزم واكيوت سايكوتيك رياكشنز. يبقى هو المفروض انترا ماسكولار، لو البيشنت اخده عن طريق الخطا انترا فينسلي هيسبب له بالمونري امبوليزم. مجموعه الاوكساسيلينز زي ما اتفقنا ممكن بتسبب هيباتايتس، ممكن بتاثر على البون مارو المصنع بتاع تكوين خلايا الدم وتسبب لي بون مارو ديبريشن وجرانيولو سايتوبين. طيب في عندي الكاربينيسيلين هنتكلم عليه كمان شويه. الكاربينيسيلين ده احد انواع البنيسيلينز لكن الجينيريشنز الجديده. الفايلز بتاعته بتحتوي على كميه صوديوم كبيره، داي صوديوم كاربينيسيلين او البنيسيلين جي صوديوم. لو البيشنت اخذ هاي دوز من البنيسيلين جي صوديوم او الداي صوديوم كاربينيسيلين هتزود له الصوديوم ليفل وممكن تسبب له هايبر ناتريميا، ولو البيشنت كان عنده هاي بلاد بريشر ممكن ترفع بلاد بريشر عنده، فلازم ناخد بالنا من استخدام المركبات اللي زي كده. طيب في نوع تاني من البنسلين جي بيبقى بيحتوي على البوتاسيوم بدلا من الصوديوم، بنسلين جي بوتاسيوم، ناخد بالنا من ان هو برضو الهاي دوزس قد تسبب هايبر كاليميا. طيب البنسلين جي بيعمل نوع من الرياكشنز حاجه مشهوره ولكن مع عند بيشنت معينه اسمه جارس هكسايمر رياكشن، ده بيسببه عند الناس اللي عندها سيفاليس. ايه القصه دي بقى؟ الناس اللي عندها سيفاليس بيعتبر الدراج اوف تشويس بالنسبه لهم هو البنسلين. البنسلين بيشتغل بشكل ممتاز جدا على التريبونيما بكتيريا، تريبونيما باليديوم اللي بتسبب السيفاليس، ودي حاجه المفروض انها حاجه كويسه. اتس اوكي. المشكله ايه بقى؟ لو ان 50% وده رقم كبير جدا، 50% من البيشنت اللي بتاخد الحقنه بتاعه البنسلين لعلاج السيفاليس في خلال اول ساعتين ثلاثه على طول، في اول بعد اول ساعتين ثلاثه من اول جرعه من البنسلينز بيحصل عندهم يعني هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، جنرال مانيفيستيشنز، هايبوتنشن، فيفر، الرجي، مالتي سيمتومز، نوجيا وفوميتنج وداريا وجي اي تي ديستربنس وهيدك، ويعني جنرال مانيفيستيشنز او جنرال سيمتومز بتحصل مع اول ساعتين ثلاثه بعد استخدام اول حقنه من البنسلين. الرياكشن اللي بيحصل ده اسمه جارش هكسايمر رياكشن. طيب الناس حاولت تفسر الموضوع ده ليه، في ناس قالت ان هو بيكون نتيجه التوكسينز اللي كانت موجوده جوه البكتيريا، ولما البنسلينز قتل البكتيريا التوكسينز دي طلعت فبتعمل هذا الرياكشن، لكن بنشوفها عند بعض البيشنت وعند بعض البيشنت ما نشوفهاش خالص. اوكي سام تايمز ما بيتبانش خالص هذا الرياكشن. طيب في عندنا كمان انواع من البنسلينز من الجينريشنز الجديده زي الكاربنسلين والتيكرسلين ممكن بتسبب بليدنج. الميسيسلين اللي هو بنسلينيز ريزيستنت بنسلين بيسبب انترستيشيال نيفرايتس، والامبيسلين نظرا لان البايو افيبيلتي بتاعته قليله فبيقعد فتره اطول في الجي اي تي، بيبقى في عندي كميه كبيره في الجي اي تي مش بتمتص، فممكن بيسبب سودو ممبرينس كولايتس، بيعمل التريشن للنورمال فلورا في منطقه الكولون ويسبب سودو ممبرينس كولايتس اللي هو نوع خطير من الكولايتس او التهابات القولون. طيب تعال نتكلم على كل ممبر من البنسلينز ونقول عليه ملاحظه. البنسلين جي اتكلمنا عليه،
بنسلين جي كسبكترم مينلي على الجرام بوزيتيف، وبالمناسبه هو لازال بنستخدمه فعلا اجينست سام جرام بوزيتيف بكتيريا زي الستريبتوكوكاي، منينجيوكوكاي، انتيروكوكاي، البنسلينيس السبتاب والنيوموكوكاي، التريبونيما باليديم اللي بتسبب لي السيفلس وهكذا. مشكلته تلت الدوز هي بس اللي ابزوربت اورالي، يعني في 60% من الدوز او اكتر بيفقد، يعني لو بايو افيلابيليتي نتيجه ان هو اسيد لابايل بيتكسر في المعده، والفود كمان امبيرل ابزوربشن. طيب اتغلبنا على مشكله ان هو بيتاخد انترافينوس فقط في البنسلين في، اوكي بقى في عندنا الفينوكسي ميسايل بنسلين اللي هو البنسلين في ده اداني اورال، اول مره يبقى عندنا اورال بنسلين، وده ممكن نستخدمه 4 مرات في اليوم، ولكن هو يعتبر ايه، ولكن البنسلين في يعتبر اورال وليه نفس السبيكترم بتاع البنسلين جي. طيب يبقى البنسلين جي عندي حلينا مشكلة الاورال بايو افيلابيليتي بالبنسلين في، لكن مشكلة الديوريشن اوف اكشن اتحلت مع اللونج اكتنج ديريفاتيفز منه زي البروكايين بنسلين جي والبنزاسين بنسلين جي. تمام، البروكايين بنسلين جي لونجر ديوريشن اوف اكشن، ممكن بتوصل كل 12 ساعه اخده مره او مرتين في اليوم، والبنزاسين بنسلين جي بتوصل لدرجه 26 يوم، ممكن بيتاخد حقنه ولكن بيتاخد انتراماسكولار، لذلك احنا بنركز على نقطه ان هو بيتاخد في العضل، عشان لو اتاخد انترافينوس هيعمل لي يعني هارم فور رياكشنز. اوكي، لكن البنسلين جي العادي اللي هو بنسميه الاكواس بنسلين جي او البنسلين المائي ده برضو بيؤخذ ايه انترافينوسلي. طيب مشكله النارو سبيكترم حليناها في الامينو بنسلينز زي الامبيسلين وزي الاموكسيسلين. الامبيسلين موجود منه اورال كبسول وموجود منه انتراماسكولار، هو تقريبا نفس السبيكترم بتاع البنسلين جي، بالاضافه لان الامبيسلين ليه كريتيريا مهمه جدا ان هو افكتيف اجينست شيجلوزس. تعرفوا مرض الشيجلوزس اللي بيسبب ضيارية اللي هو بيسموه الشيجله او ال بيسموها الباسيلاري سنتري، اوكي، اللي بتسببها الشيجله الديسنتريا، اوكي، مرض خطير جدا بيعمل جاسترونترايتس برضو. الامبيسلين بيعالج الشيجلوزس. الاموكسيسلين يتميز بان هو ليه هاي بايو افيلابيليتي رابيدلي اند كومبليتلي ابزوربد من الجي اي تي، ودي الميزه بتاعته اوفر الامبيسل، لكن بقيه الكلام نفس السبيكترم مثلا، نفس يعني نفس الدوز نفس كل حاجه، لكن الاموكسيسلين بيتميز بان هو ليه هاير بايو افيلابيليتي. طيب مجموعه البنسلينيز ريزيستنت بنسلين زي الميسيسلين ده كان اول واحد، ومشكلته بس ان هو كان بيؤخذ بارنترال فقط، ما كانش فيه منه اورال. الميسيسلين كان بيجيب نتائج كويسه جدا، وكان بيقضي على البكتيريا اللي اسمها الاستافيلوكوكس اوريوس اللي هي كانت المشكله العظمى بتاعه البنسلين. اوكي، لحد ما ظهرت نوع من الاسترينز اسمها المارسا او ميسيسلين ريزيستنت استافيلوكوكس اوريوس، دي كان ريزيست الميسيسلين، ودي عملت مشكله كبيره، ويعني ابحاث كتيره وكتب كتيره في الطب بتتكلم على المارسا على اعتبار انها ريزيستنت مايكرو اورجانيزم، لحد ما قدرنا نعالج المارسا دي باستخدام سيل وول انهبيتور برضو هنتكلم عليه النهارده اسمه الفانكومايسين. وحديثا المارسا قدرت تقاوم كمان الفانكومايسين، وبقى في عندي الفارسا اللي هي الفانكومايسين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس. اوكي، طيب مشكله الميسيسلين انه بيسبب نيفروتوكسيستي، وفي عندي الاوكسيسلين جروب دي بناخدها اورالي ولكن ممكن بتسبب فيتوكسيستي مع الكرونيك يوز. طيب المجموعه الحديثه بقى او الجينريشن الجديد من البنسلين اللي هو الكاربنسلينز، الكاربوكسي بنسلينز واليوريدو بنسلينز، والمجموعه دي كلها بارنترال يوز، يعني ما عنديش هنا حاجه اورال بقى، كل دول بارنترال. الكاربوكسي بنسلينز زي الكاربنسلين والكاربنسلين صوديوم اتكلمنا عليه من شويه، ده بيتميز بان هو ليه مور اكتيفيتي اجنست الجرام نيجاتيف، كل البنسلين قبل كده كانوا بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف، هنا بدانا نركز اكتر مع الجرام نيجاتيف،
وتتميز بأنها بدأت تشتغل أكتر على سودوموناس إريجينوزا. اليوريدو بنسيلنز زي الأزلوسيلن دي بنستخدمها فور كليبسيلا، وكمان بتديني 10 تايمز مور اكتف اكتر من الكاربينيسيلين اجينست السودوموناس، لذلك في بعض الكتب بيسموها الانتي سودوموناس بنسيلن. اوكي، سودوموناس اريجينوزا بكتيريا صعبه جدا في العلاج. اوكي، فالجنريشنز الجديده من البنسيلنز زي الكاربينيسيلين وزي اليوريدو بنسيلنز هي اللي بتقدر تشتغل على سودوموناس اريجينوزا. طيب ندخل بعد كده على تاني مجموعه من البيتا لاكتامز، عندنا مجموعه السيفالوسبورنز. مجموعه السيفالوسبورنز بنقسمها الى 4 جنريشنز اكوردنج تو السبيكترم اوف اكتيفيتي بتاعتهم والفارماكولوجيكال بروبرتيز. طبعا الفيرست جنريشن هو الاقدم، والفورث جنريشن هو الاحدث، طبعا وفي بقى في فيفث جنريشن برضو جديد، لكن تعال نشوف الاربعه جنريشنز الرئيسيين. اول واقدم جنريشن كان الفيرست جنريشن، والممبرز بتاعهم انا هقولهم لك كلهم، لكن انت اللي انا عامله بالبولد هو يعتبر الاهم اللي تتركز عليه. يعني في الفيرست جنريشن لازم تبقى عارف السيفالكسين، تبقى عارف السيفازولين والسيفرادين والسيفادروكسيد، دول مهمين جدا، بالاضافه للسيفادرولين والسيفاسولين والسيفادريبين تبقى عارفهم برضو. طيب سكند جنريشن المهم عندي تبقى عارف السيفاكلور والسيفيوروكزيم، مهم جدا لان ده الوحيد منهم اللي بيقدر يعدي البلاد برين بارير، والسيفاماندول والسيفبروزيل والسيفوكسيتين والسيفوتيتان. ويتميز السيفوكسيتين والسيفوتيتان بان هم بيشتغلوا على الانيروبيك بكتيريا، ودي ميزه برضو مش موجوده في الجروب دي، هم مميزين قوي في حته ان هم بيقدروا يشتغلوا على الانيروبيك بكتيريا. طيب السيفونيسايد واللورا كاربيف والسيفاميتازول والسيفرونايد تبقى عارفهم برضو، لكن دول الاهم. ثيرد جنريشن مهم جدا، لازم تبقى عارف السيفوتاكسيم، سيفترايكسون فيري فيري امبورتنت، سيفوبيرازون والسيفتازيديم. والسيفتازيديم برضو مهم جدا فيهم تبقى انت عارفه، لان السيفتازيديم بيشتغل على السودوموناس. اوكي، بيشتغل على السودوموناس اريجينوزا من الايه، من السكند جنريشن او من الثيرد جنريشن. طيب كمان تبقى عارف السيفادينير والسيفكسيم والسيفبودوكزيم. اشمعنى المجموعه دي؟ المجموعه دي لوحدها لان المجموعه دي اورال، والمجموعه دي جديده في العلم شويه، كان زمان لحد مثلا من 10 سنين فاتوا كده ما كانش في عندنا حاجه اسمها اورال سيرج جنريشن سيفالوسبورن. كان معروف ان السيرج جنريشن سيفالوسبورن كله سيفترايكسون سيفوتاكسيم سيفوبرازون سيفتازيديم، كلها بارنترالز. اوكي، حديثا نزل الثلاثه ممبرز دول سيفادينير والسيفكسيم والسيفبودوكزيم، ودول اورال ثيرد جنريشن سيفالوسبورين، فليهم اهميه ومميزين شويه. كمان في عندنا الفورث جنريشن سيفالوسبورين زي السيفي بيم والسيفي برو. طيب ايه اللي بيميز السيفالوسبورين؟ اكتر حاجه بتميزها بان احنا في عندنا انذر سايد تشين. احنا كان في عندنا الار دي كانت موجوده في البنيسيلنز، في عندنا هنا another side chain بالاضافه لل 6 member ring، 6 member ring بدل 5، وفي side chain كمان بغير فيها. الموضوع ده اداني هاي ستابيليتي في الاسيد فبقت مور اورال اكتف، واداني هاي بنسلينيز ريزيستنت، فالسيفالوسبورنز بصفه عامه تقدر تعتبرها مور بنسلينيز ريزيستنت، بتقاوم البنسلينيز، والاكتيفيتي بتاعتها اجينست الستاف اقوى شويه من مين؟ من البنسلين. طيب الميكانيزم اوف اكشن سيميلر تو البنسلين، بتعمل انهبشن للسيل وول، الترانسبيبتايديز، الخطوه بتاعه الكروس لينكينج بتاعه تكون البيبتيدو جلايكان. الانتي ميكروبيال سبيكترم الى حد ما يعتبر برودر زان البنسلين. طيب تعال نشوف كده السبيكترم اوف اكتيفيتي بتاع السيفالوسبورنز. الفيرست جنريشن سيفالوسبورين بيشتغل اكتر على الجرام بوزيتيف، والاكتيفيتي بتاعته على الجرام بوزيتيف ضعيف، على الجرام نيجاتيف ضعيفه، مش بيشتغل على السودوموناس ومش بيشتغل على انيروبس. السكند جنريشن بدات الاكتيفيتي بتاعته تبقى انهانسد اكتر على الجرام نيجاتيف واقل شويه على الجرام بوزيتيف من الفيرست جنريشن.
اوكي ستيل برضو مش بيشتغل على السودومونس، ولكن في عندي بعض الجنريشنز منه خصوصا اللي هو اتكلمنا عليهم السيفوكسيتين والسيفوتيتان، المجموعة دي اللي بنسميها السيفومايسنز، دول بيشتغلوا على الانيروبس، ودي هتبقى ميزة مهمة جدا ليهم، واقدر استخدمهم في الميكسد انفكشنز، واقدر استخدمهم في الانترا ابدومينال انفكشنز، اقدر استخدمهم في الكولايتس. اما يبقى في عندي انيروبيك انفكشن سسبكتد ممكن استخدم السيفوكسيتين والسيفوتيتان عشان بيقدروا يشتغلوا على الانيروبس. طيب الثيرد جنريشن بقى بيسموه ريفرسد، او يعني ريفرس الريفرسد سبيكترم. ليه ريفرسد سبيكترم؟ لان الاكتيفيتي بتاعته على الجرام بوزيتيف ضعيفه، ولكن الاكتيفيتي بتاعته قويه على الجرام نيجاتيف. يعني السيفتراكسون والسيفوتاكسيم والجنريشن الثيرد جنريشن جنرالي سبيكينج بنعتبره مور جرام نيجاتيف. اوكي الاكتيفيتي بتاعته على السودومونس كويسه جدا، ملوش اكتيفيتي تقريبا على الانيروبس. الفورس جنريشن يعني ماسك العصايه من الوسط شويه، وبيقدر يشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والسودومونس، فتقريبا يعتبر هو يعني اكبر سبيكترم فيهم الفورس جنريشن اللي هو احدث. طيب لذلك الفورس جنريشن عندي يعتبر هو اكتر سبيكترم فيهم، او الموست برود سبيكترم من السيفالوسبورت. طيب نفس الكلام هنا عندي بنكرره مرة تانية، الفيرست جنريشن بيشتغل اكتر على الجرام بوزيتيف، شوية جرام نيجاتيف، صم جرام نيجاتيف بكتيريا، مش بيعدي السي اس اف، التي هاف بتاعته قصيرة، ان اكتيفيتد باي بيتا لاكتاميز، ولكن الى حد كبير احسن من البنسلين. الميزة هنا بقى اللي معمولة باللون الموف ده او اللون البربل ده، ايه اللي بيميز الجنريشن ده عن اللي قبله؟ اللي بيميز السكند جنريشن عن اللي قبله ان هو بقى ليه اكستند سبيكترم شويه، اوكي، وبدا يشتغل على الهيموفيلس انفلونزا والبروتيس. ستيل مش بيعدي السي اس اف، اوكي، ولكن السيفيوروكزيم اللي هو من السكند جنريشن، السيفيوروكزيم بيعدي البلاد برين بارير، اوكي، دي خدها معاك مهمه، وبنستخدمه في حالات المينجايتس. الهاف لايف بتاعته بدات تبقى اطول شويه، 4 ساعات، ستيل بيحصل له انكتيفيشن باي بيتا لاكتاميز. طيب الثيرد جنريشن، الثيرد جنريشن بنسميه ريفرسد سبيكترم لان هو بيشتغل على الجرام نيجاتيف اكتر من الجرام بوزيتيف. سي اتش اف بايو افيلابل مهم جدا، السيفتراكسون بيعدي البلاد برين بارير وبنستخدمه في حالات المننجايتس بشكل كبير. الهاف لايف والديوريشن اوف اكشن بتاعته بدات تبقى اطول، ممكن بنستخدمه وانس ديلي حاجه زي السيفتراكسون، او توايس ديلي زي السيفوتاكسيم. اوكي الديجري اوف ريزيستنس بتاعته بقت مختلفه، ستيل بقى يقدر يقاوم البيتا لاكتاميز بشكل افضل، المثال بتاع السيفوتاكسيم. الفورس جنريشن بيتشابه مع الثيرد جنريشن في كل المواصفات، ولكن ليه هاي ديجري اوف ريزيستنت اجينست الايه الاستاف، والبيتا لاكتاميز بروديوسنج بكتيريا بشكل عام. طيب سايد افكت من السيفالوسبورينز بتتمثل في الالرجي، برضه بيحصل دي الرجي، وبيحصل لها كروس الرجي بالمناسبه مع البنسلينز. يعني لو بيشنت عنده بنسلين الرجي يفضل ان انا ما استخدمش معاه سيفالوسبور. بتعمل لي توكسيستي، وبتعمل سوبر انفكشن لانها برود سبيكترم انتي بايوتكس، فطبيعي ان ممكن ينمو اذر بكتيريا او اذر باثوجينيك بكتيريا تنمو مع استخدام برود سبيكترم انتي بايوتكس. بتسبب رينال توكسيستي وانترستيشيال نفرايتس، وقد تسبب اكيوت تيوبلر نكروزس اللي هي ATN. طيب السيفالوسبورن اللي بتحتوي على ستراكشر اسمها الميسايل سايوتترازول جروب زي السيفاماندول من السكند جنريشن، والسيفتاميزول من السكند جنريشن، والسيفوتيتان برضو سكند جنريشن، والسيفوبيرازون من الثيرد جنريشن، بتعمل لي حاجه اسمها داي سلفيورام لايك رياكشن. ايه بقى موضوع الداي سلفيورام لايك رياكشن؟ الدايسلفيورام دي مادة بيستخدموها علشان الناس تبطل استخدام الكحوليات او الخمور، اوكي، بيحطوا المادة دي على الكحول او الخمور بحيث ان البيشنت لما بيستخدمها بيحس بامبليزنت تيست وامبليزنت سنسيشن، فيبتدي شيئا فشيئا ان يبعد عن استخدام الالكحول. اوكي المترونيدازول فور اكزامبل، المترونيدازول اللي هو مش معانا في محاضرة النهاردة يعني، والبعض السيفالوسبورين زي السيفاماندول والسيفوكسيتين والسيفوتيتان والسيفوبيرازون،
السيفالوسبورنز دي بتعمل لي حاجه اسمها دايسل فيورام لايك رياكشن وذ الكحول. يعني لو بيشنت بيستخدم الادويه دي وبدا يشرب كحوليات بيحس ب انبليزنت تيست وانبليزنت سنسيشن وشويه ديس اورينتيشن وهكذا. طيب كمان ممكن ان بتسبب هايبو بروثرومبينيميا. البروثرومبين زي ما احنا فاهمين المسؤول عن البلاد كواجوليشن وبتعمل بليدنج ديس اوردر. والحل في هذه الحاله بما ان البروثرومبين بيعتبر فيتامين كي ديبندنت ان احنا بنعمل ادمنستريشن لفيتامين كي. طيب ثالث مجموعه عندي من البيتا لاكتامز هي مجموعه المونوبكتامز اللي الاستراكشر بتاعتها مش فيوزد مع اي رينج. اوكي مونوسايكليك بيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام مش فيوزد مع اي حاجه. تتميز هذه المجموعه بانها ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز ودي اهم ما يميزها، وبتديني اكتيفيتي او مور اكتيفيتي اجينست الجرام نيجاتيف رودز زي السودوموناس والسيراشيا. اوكي لذلك عشان كده بنقول على الازيترونام اللي هو الممبر بتاع المونوبكتامز بنقول عليه السبيكترم بتاعه يشبه الى حد كبير الامينوجلايكوسايدز في السبيكترم اوف اكتيفيتي. طيب عندي بعد كده مجموعه الكاربابينمز، اخر مجموعه هنتكلم عليها في البيتا لاكتامز. تتميز مجموعه الكاربابينمز بانها يعني كلها بارنترالز، مجموعه عليها اكستندد سبيكترم فيري فيري برود سبيكترم، بنستخدمها في الحالات الريزيستنت، وتعتبر هي من الجينريشنز الجديده في البيتا لاكتامز، يعني من الحاجات الجديده في البيتا لاكتامز الكاربابينمز. هنتكلم على ثلاثة ممبرز في الكاربابينمز، واحد اسمه الايميبينم ده اشهرهم اوكي اللي هو اسمه في السوق تاينام فايلز، والميروبينمز اللي هو اسمه ميرونيم فايل في السوق، والارتابينم اللي هو اسمه الانفانز. اوكي طيب الايميبينم ده ايه فكرته؟ طبعا هو فيري برود سبيكترم بيشتغل على الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف والانيروبس، لكن في عنده مشكله صغيره. المشكله دي ان هو لما بيروح لما بتدي نعمله ادمنستريشن بيتكسر في الكدني بانزيم اسمه دي هيدروبيبتايديز. الانزيم ده اول لما يشوف الايميبينم يكسره، لذلك لازما وهلبتة ولابد نعمل ادمنستريشن للايميبينم in combination with what's called cilastatin which is a dehydropeptidase inhibitor. اي combination بتستخدم فيها الايميبينم يوجوالي هتلاقي الايميبينم موجود مع السيلاستاتين fixed dose combination، الاثنين موجودين في نفس الفايل. طيب سؤال كومون جدا بيتسأل يقولك السيلاستاتين هنا بيزود spectrum of activity؟ لا. السيلاستاتين هنا antimicrobial agent؟ لا. السيلاستاتين ملوش اي رول في السبيكترم او في او از انتي مايكروبيال ايجنت، جاست ان السيلاستاتين اكت از دي هيدروبيبتايديز انهبيتور وبالتالي بيمنع الميتابوليزم او يمنع تكسير الايميبينم. اتس اوكي. طيب ادفيرس ايفنت المرتبطه بالايميبينم زي النوجيا والفوميتنج والدايريا، وبيعمل لي سم رياكشنز في الانفيوجن سايت في المكان اللي بتاخد فيه انفيوجن. الجرعات الكبيره ممكن تسبب رينال فيلير او تسبب سيجرز. طيب الميروبينم الاكتيفيتي بتاعته اكتر شويه اجينست الجرام نيجاتيف ايروبس، داز نوت ريكواير ان انهبيتور، مش بنحتاج ناخده مع سيلاستاتين، وبنتريت السي اس اف. كذلك الارتابينم الاكتيفيتي بتاعته اقل شويه من الميروبينم اجينست السودوموناس ايريجينوزا والاسينيتو باكتر سبيشيز، نوت ديجريدد باي رينال دي هيدروبيبتايديز، وبالتالي مش هنحتاج نستخدم معاه ايه، مش هنحتاج نستخدم سيلاستاتين. اوكي يبقى السيلاستاتين بنستخدمه فقط مع الايميبينم، وبنستخدمه علشان دي هيدروبيبتايديز انهبيتور. الانزيم ده بيعمل ايه؟ الانزيم ده بيكسر الايميبينم في الكدني. طيب من ضمن الحلول اللي كانت مقترحه والحلول الظريفه جدا واللي مطبقه على نطاق واسع هو ان انا بستخدم البنسلين بتاعي in combination with what's called a beta lactamase inhibitor. بيتا لاكتاميز انهبيتور ده ماده ملهاش بكتيريسايدال افكت او ملهاش مايكروب انتي مايكروبيال افكت او فيري ويك انتي مايكروبيال افكت، ولكن وظيفه هذه الماده انها بتعمل انهبشن او ان اكتيفيشن للانزيم البيتا لاكتاميز اللي بيكسر البنسلينز. اوكي لذلك البيتا لاكتاميز انهبيتورز عندي زي الكلافيولونيك اسيد زي السولباكتام زي التازوباكتام مش بنستخدمهم لوحدهم ابدا، عمرك ما هتلاقي فيه دواء بيحتوي على كلافيولونيك اسيد فقط او تازوباكتام فقط او سولباكتام فقط،
usually used in combination او must be used in combination. طيب وظيفتهم ايه؟ ان هم بيعملوا بايندنج مع البيتا لاكتاميز وبيعملوا له ان اكتيفيشن، وبالتالي بيدوني فيري وايد سبيكترم للبنسلينات. من اشهرهم الكلافيرونيك اسيد، ليه ويك انتي بكتيريال اكشن، شود بي كومبايند ويز اموكسيسيلين، بنستخدمه مع الاموكسيسيلين فيكس دوز كومباينيشن مشهوره جدا جدا اون وورلد وايد بيزس اسمها الاوجمنتن، وممكن نستخدمه مع التيكر سيلين برضه فيكس دوز كومباينيشن، ولكن في هذه الحاله بيبقى فايلز. اوكي السولباكتين ممكن نستخدمه مع الامبيسيلين اندر ذا براند نيم يوناسين بتاع شركه فايزر، يوناسين عباره عن امبيسيلين مع سولباكتين، او تازوباكتام مع البيبراسيلين اندر ذا براند نيم تازوسين او زوسين برضو من انتاج شركه فايزر. هنا وظيفتنا ايه؟ باخد حاجه اكستندد سبيكترم بنسلين زي الامبيسيلين مثلا او زي الاموكسيسيلين اوكي او زي البيبراسيلين، وبضيف معاه حاجه كمان تمنع البيتا لاكتاميز عشان اخلي فيه اكتيفيتي عندي اجينست مين؟ اجينست الاستافيلوكوكس اوريس اللي هي بيتا لاكتاميز بروديوسنج بكتيريا وبتكسر البنسلين. اوكي طيب بكده نكون انتهينا من مجموعه البيتا لاكتامز. هنتكلم دلوقتي على اذر سيل وول انهبيتورز، مجموعات الى حد ما تعتبر مجموعات صغيره ولكن برضو ليها اهميه. تعال نشوف المجموعات دي عباره عن طيب هنتكلم على اربعه منهم، الفوسفومايسن والسايكلوسيرين والباسيتراسين والفانكومايسن. تعال نشوف كل واحد ونشوف استخدامه. طيب مبدئيا الفوسفومايسن الميكانيزم اوف اكشن بتاعته بيعمل انهبيشن للفيري ايرلي ستيج اوف بكتيريال سيل وول سنسز. ايه الموضوع ده؟ فاكر لما قلنا ان احنا في عندنا حاجه اسمها ان اسيتايل جلوكوزامين، وكان عامل فيوجن مع حاجه اسمها ان اسيتايل ميوراميك اسيد، وكان ماسك فيهم بنتا بيبتايد هنا عباره عن 5 امينو اسيدز، وقلت لك ان دي كده كلها على بعضها البيلدنج بلوك بتاع البيبتيدو جلايكان. اوكي وقلت لك ان البيبتيدو جلايكان البيلدنج بلوك ده بيتصنع جوه الخليه او جوه البكتيريا، وبعد كده يتنقل بره بليبت كارير عند السيل ممبرين ويشتغل عليه الترانسبتايديز انزيم ويبتدي يعمل له كروس لينكينج، وده اللي البنسلين كان بيشتغل عليه. طيب الفوسفومايسين بيعمل انهبيشن برضه للسيل وول سنسز، ولكن مش اوتسايد الخليه ومش في عند الترانسبتايديز، ده بيمنع الخطوات الاولى، خطوات السنسز الاولى. من خطوات السنسز الاولى ان البكتيريا تبتدي تصنع الان استايل ميوراميك اسيد اللي هو كنا احنا مدين له اللون ده، الان استايل ميوراميك اسيد البكتيريا بتصنعه من الان استايل جلوكوزامين، تمام، في وجود انزيم الانوربيروفيت انزيم هنشوفه دلوقتي. الفوسفومايسين بيعمل انهبيشن للخطوه دي، تمام. الان استايل ميوراميك اسيد ده بعد كده هيروح يمسك في 3 امينو اسيدز، وبعدين ال 3 امينو اسيدز دول هنضيف عليهم 2 كمان، فيبقى في عندي الان استايل ميوراميك اسيد وعليه البنتا بيبتايد اللي احنا قلنا عليه، وبعدين يروحوا كمان يحصل لهم فيوجن هنا مع الان استايل جلوكوزامين، وبعدين ياخدهم الليبت كارير والليبت كارير يطلعهم بره، وبعدين البيتا لاكتام او يحصل لهم كروس لينكينج بره بالترانسبيبتايديز. دي خطوات تكوين البيلدنج بلوك لحد ما تخرج بره الخليه ويحصل لها كروس لينكينج، تمام. طيب الفوسفومايسين هنا بيعمل ايه؟ قال لك الفوسفومايسين بيعمل انهبيشن لسيتوبلازميك انزيم. ايه مقصود بكلمه سيتوبلازميك؟ عايز يقول لك انه مش بيشتغل بره، مش بيشتغل بره السيل ممبرين، ده بيشتغل جوه في السيتوبلازم لانزيم اسمه اينول بايروفيت ترانسفيريز. الانزيم ده اللي هو مسؤول ان هو يحول لي ال ان استايل جلوكوزامين يحولها لان استايل ميوراميك اسيد. اوكي طيب اللي هو البركيرسر اوف ايه؟ ان استايل ميوراميك اسيد. طيب في نقطه كمان مهمه، ان الدراج ده شود بي ترانسبورتد، الفوسفومايسين ده عشان يدخل جوه السيتوبلازم ويشتغل لازم يحصل له ترانسبورتنج بحاجه اسمها جليسروفوسفات او جلوكوز فوسفيت ترانسبورت سيستم. نفهم من كده ايه؟ ان البكتيريا لو قدرت تعمل التريشن او قدرت تغير من الشانل او الترانسبورت سيستم ده اللي الفوسفومايسين بيستخدمه عشان يدخل جوه الخليه،
هتقدر انها تعمل ايه؟ ريزيستنس اجينست الفوسفومايسين. الفوسفومايسين اكتف اجينست الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، ليه ان فيترو اكتيفيتي كتيره بس احنا ما شفناهاش اكشوالي ان فيفو. كل اللي بنستخدمه فيه هو ليه استخدام واحد فقط، بنستخدمه في الانكومبليكيتد يورين تراكت انفكشن از ا سنجل دوز. هو بينزل بيبقى عباره عن ساشيتس، اكياس كده، بيبقى الكيس كبير، بيبقى فيه كميه كبيره، البيشنت بيدوب بالساشيت في ميه وبياخده سنجل دوز، سنجل دوز فور يورين تراكت انفكشن. اوكي، ده استخدامه الوحيد اللي موجود في السوق. بارنترالي انا ما شفتوش كتير بيستخدم بارنترالي، بس موجود منه بارنترال بريباريشن، ويتميز بان هو سيف في البريجنانسي، اكسكريتد طبعا عن طريق الكيدني، عشان كده بنستخدمه في تراكت انفكشن. اوكي، تبقى فاهم الميكانيزم اوف اكشن بتاعته، ان هو بيمنع تكون الان استايل ميوراميك اسيد من الان استايل جلوكوزامين، وده بركيرسر وده الفيرست ستيب في تكون البيبتيدو جلايكان. طيب، في عندنا واحد تاني اللي هو السايكلوسيرين. سايكلوسيرين ولكن ده بنستخدمه اكتر، هو سيل وول انهبيتور، ولكن بنستخدمه اكتر از سكند لاين ايجنت في حالات مايكوباكتيريوم تيوبركيلوزس. بيعمل انهبشن لايه بقى؟ تعال نشوف القصه. فاكر لما قلت لك في عندك ادي ان استايل ميوراميك اسيد بعد ما تكون بيروح يمسك فيه الاول 3 امينو اسيدز، وبعد كده في 2 امينو اسيدز بيتضافوا عليهم. الاثنين امينو اسيدز اللي هم الدي الانين، دي الانين، الدي الانين، دي الانين، ده بيتكون من ال ال الانين، بيشتغل هنا عليه انزيم اسمه الراسيميز عشان يغير الكونفيجريشن بتاعته من ال ال للدي. السايكلوسيرين بيعمل انهبشن للخطوتين الاثنين دول، لخطوه الراسيميزيشن ولخطوه اللايجيشن او اللايجيز انزيم اللي بيدخل الدي الانين. اوكي، طبعا الدي الانين، دي الانين ده، دول الاثنين امينو اسيدز اللي هيمسكوا في الثلاثه دول ويعملوا لي البنتا ببتايد. كلمه بنتا يعني خمسه، بنتا ببتايد يعني خمسه امينو اسيدز. اوكي، ادي السايكلوسيرين عندك، قال لك عشان هو ستراكشر انالوج تو الدي الانين بيعمل انكوربوريشن مع الدي الانين ريزيديو في البيبتيدو جلايكان، وبالتالي انهبت الدي الانين راسيميز وكمان انهبت الدي الانين لايجيز. اوكي، وبالتالي بريفنت البيبتيدو جلايكان سنسز ويعمل انهبشن للسيل وول سنس. طيب، الادفيرس افكت بتاعت السايكلوسورين مينلي على السي ان اس، بيعمل هيدك وتريمورز وسايكوزس. عندي بعد كده الباسيتراسين. الباسيتراسين ده يعتبر سايكليك بيبتايد ميكتشر، بيشتغل على اكتر على الجرام بوزيتيف بكتيريا. مشكلته ان هو ليه هاي توكسيستي، نيفرو توكسيك، وبالتالي بنستخدمه توبيكالي اونلي. باسيتراسين ده مفيش منه اورال، بنستخدمه توبيكالي اونلي في شكل اوينتمنت. طيب، بيشتغل على ايه بقى؟ بيشتغل على خطوه الديفوسفوريليشن اوف الليبيد كارير، بيعمل انهبشن لخطوه الليبيد كارير. الليبيد كارير ده بيشتغل على ايه؟ بعد ما الجزء ده من البيبتيدوجلايكان اللي هي الجزء المونومرز دي اتكونت، الليبيد كاريرز بينقلها ويطلعها بره عشان تحصل لها كروس لينكينج والترانسبتاديز يشتغل عليها. تمام، بيجي هنا الباسيتراسين عندي يعمل انهبشن للليبيد فوسفوريليشن ويمنع انهبشن لخروج المونومرز بتاعت البيبتيدوجلايكان خارج الخليه. طيب، واحد من ضمن السيل وول انهبيتورز المهمين جدا هو الفانكومايسن، اخر واحد معانا النهارده. بيشتغل على الجرام بوزيتيف وبيشتغل على الاستافيلوكوكس اوريوس، الاكتيفيتي بتاعته على الاستاف مهمه جدا. اوكي، بيعمل انهبشن للسيل وول عن طريق انهبشن ل او بيمسك في الدي الانين تيرمينس للنيسنت بيبتيدو جلايكان بنتا بيبتايد. بيجي يمسك هنا، مش انت اخر اتنين امينو اسيدز هنا عندك اللي هما الدي الانين، دي الانين اللي هما احنا ضفناهم بقى هنا في الخطوه دي، ضفنا اتنين الانين. اوكي، يجي هنا عندي الفانكومايسين يمسك في الجزء ده كده، يمسك في الان تيرمينال ريزيديوز بتاعت الدي الانين، دي الانين، ويمنع تكون البيبتيدو جلايكين. اوكي، فهو يعتبر برضو سيل وول انهبيتور ولكن بميكانيزم مختلف. طيب، الريزيستنس اجينست الفانكومايسين، البكتيريا ممكن بتعمل موديفيكيشن للدي الانين، دي الانين بايندنج سايتس بيبتيدو جلايكان،
وبالتالي كان ريزيست الفانكومايسين. هو بورلي ابزوربد من الجي اي تي، بنستخدمه نادرا في بعض الحالات في الجي اي تي. تي اوف بتاعته طويله من 6 ل 10 ايام. نوت ريموفد باي دياليسز، الناس اللي بتعمل هيمو دياليسز او بتغسل كلى مش بيحصل له ووشنج من عندهم. 99% منه اكسكريتد باي جلوميرولار فلتريشن. طيب بنستخدمه اورالي فور حالات معينه اسمها انتي بايوتيك اسوشيتد انتيروكولايتس. الناس اللي بيستخدموا الكليندامايسين لفترات طويله بيجي لهم حاله اسمها سودو ممبرينوس كولايتس. الناس اللي بيستخدموا الامبيسيلين لفترات طويله او اي برود سبيكترم انتي بايوتيك لفترات طويله بيسبب عندهم انتيروكولايتس او كولايتس بنسميها سودو ممبرينوس كولايتس، بتسببها بكتيريا اسمها كوليستريديوم ديفيسل. العلاج او الدراج اوف تشويس لهذه الحاله هو الفانكومايسين. بنستخدمه في حالات السبسس او الاندوكاردايتس اللي بتسببها المرسى. قلت لك المرسى الميسيسيلين ريزيستنت ملهاش حل غير الفانكومايسين، وحديثا بقى في فارسا اللي هي الفانكومايسين ريزيستنت. ممكن نستخدمه مع السيفوتاكسيم او السيفترايكزون او الريفامبين لعلاج المينينجايتس. اوكي، لما يكون خصوصا لما يكون البيشنت عنده بنيسيلين ريزيستنت ستري. طيب المشاكل بتاعته، بيعمل فليبايتس، بيعمل انفلاميشن في السايت اوف انجكشن مكان ما بناخد الحقنه او الانفيوجن، بيعمل انفلاميشن بنسميه فليبايتس. سام تايمز بيعمل شكل بيبقى سيفير شويه، بيعمل تشيلز وفيفر وتوكسيستي اوتو توكسيستي ونيفر توكسيستي، وبيسبب لي اعراض اليرجي بنسميها ريد مان سندروم او ريد نيك سندروم. دي من الاعراض اللي ممكن نشوفها، الاعراض الجانبيه الخطيره للفانكومايسين، بسبب سندروم اسمها ريد مان سندروم او ريد نيك سندروم، تبقى عباره عن سيفير هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز اجينست الفانكومايسين. بكده نكون انتهينا من مجموعه السيل وول انهبيتورز سواء كانت البيتا لاكتامز او الاذر جروب. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.